الأخوات والإخوة، السلام عليكم. الحساسية أو الأرجية هي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأمراض اللي كيجمع بيناتها أن رد فعل جهاز المناعة تجاه عوامل خارجية أو داخلية كيكون مفرط، أي زايد على الحد دياله، وكيترجم رد الفعل هذا على شكل أعراض ممكن توصل لدرجة الخطورة الشديدة بحال الاختناق أو السكتة القلبية، أو بأعراض أقل خطورة لكنها ليست أقل جدية بحال الحكة والطفوح الجلدية والانتفاخ أو الأزمات ديال الضيقة والتهاب الأنف والعين والحلق، وأيضا أعراض أقل ارتباط بالحساسية بحال الإسهال والتهاب المفاصل والرضان إلى آخره. وعموما فمن المتفق عليه ان الامراض ديال الحساسيه كتنتقل بالوراثه، كما ان عوامل بيئيه بحال الرطوبه او التلوث او وجود مهيجات طبيعيه او صناعيه كتساهم في ظهور الامراض المرتبطه بالحساسيه وجعل الازمه اكثر حده وكثره. الحساسيه بطبيعه الحال غير معديه كيف ما كيقول البعض، لانه ماشي مرض تعفني بل هي مناعه ذاتيه زايدينها شويه فيخرات. وفاش كنتكلموا على علاج الحساسيه فهذا كيعني جوج الحوايج. اولا العلاج ديال الاعراض اللي تكلمنا عليها في بدايه الفيديو باستعمال مجموعه من الادويه المضاده للاعراض الحساسيه، وهي مشتقات الكورتيزون يعني لي كورتيكويد ومضادات الهيستامين، وهي ادويه فعاله في الحد من ازمات الامراض المرتبطه بالحساسيه. لكن هذه الاعراض كتظهر من جديد الى تم التوقف على تناول هذه الادويه او تعرضت للمهيجات من جديد، بالاضافه الى انه خاصك تستشر الطبيب بصوره منتظمه باش يتم تحديد المقادير المناسبه من الادويه على حساب حده المرض والتطور ديالو وفق الفصول مثلا او وجود امراض مرافقه ليه. ثم كاين العلاج الحقيقي او النهائي للحساسيه، بمعنى عدم ظهور الاعراض من جديد، وكيتمثل في جوج ديال الطرق متكامله. الطريقه او المرحله الاولى هي اننا كنبتعد قدر المستطاع على المهيجات والمواد المسببه للحساسيه، واللي ممكن نقسموها لخمسه الانواع: تنفسيه، جلديه، غذائيه، دوائيه وسامه. وبالتالي فالعدد ديالها يعتبر غير منتهي، بحيث ممكن نكونوا حساسين لاي ماده كانت طبيعيه او صناعيه بما فيه الادويه المضاده للحساسيه حتى هي تكون عندنا من الحساسيه. الا ان هناك انواع معينه من المهيجات كتعتبر اكثر انتشار، مثل ما يعرف بالقراضيات وحبوب اللقاح بالنسبه للمهيجات التنفسيه، والبيض والحليب والقشريات بالنسبه للمهيجات الغذائيه. وبالتالي فكل شخص كيعاني من الحساسيه خاصه يبري على هذه المهيجات اللي كتسبب ليه في هذه الحساسيه باجراء التحاليل البيولوجيه الخاصة بالمهيجات، واللي كتكون في المختبرات ديال التحاليل البيولوجية بالنسبة للمهيجات التنفسية والغذائية، وعند الأخصائي ديال الحساسية أو الجهاز التنفسي أو أخصائي الجلد بالنسبة للمهيجات الجلدية. وكيبقى أهم سلاح ضد الحساسية هو ما يعرف بالعلاج المناعي، اللي كيهدف إلى إزالة التحسس بالمرة، بمعنى أننا كنقوموا بتعريض المريض عن طريق الحقن مثلا أو حتى باستعمال أقراص كتخاد تحت اللسان لجرعات قليلة ومنتظمة من المهيج أو المهيجات اللي تم التعرف عليها مسبقا باش كيعتاد عليها الجسم بشوية بشوية. أي أننا كنقوموا بترويض جهاز المناعة، وبالتالي كنخفضوا أو حتى كنحيدوا رد فعل الحاد ديال الجسم تجاه هذا المهيج. لكن وللأمانة العلمية ففي بعض الحالات ممكن تكون استجابة الجسم للمهيج ولو بكمية قليلة عنيفة، وحتى العلاج راه كيحتاج كمعدل ما بين 3 حتى 5 سنوات. ورغم ذلك فكل الدراسات اللي قامت بها أعلى السلطات الصحية في العالم من بينها المنظمة العالمية للصحة بينات بما لا يدع مجال الشك بأن العلاج المناعي هو علاج الحساسية كمرض وليس فقط كأعراض، خصوصا فيما يتعلق بالحساسية ديال الأنف والضيقة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم بحول الله.